ورجعنا بعد الفاصل ومعايا فقرة هامة جدا وجميلة جدا بتهم كل البنات والسيدات اللي بتشوفنا النهاردة، وخاصة ان ضيفتي النهاردة انا ما بعتبرهاش ضيف، انا بعتبرها ضيفة البرنامج وبعتبرها اختي، باخد رأيها في كل حاجة. هي مصممة الازياء داليا كمال. برحب بيكي يا استاذة داليا. اهلا بيك يا حبيبتي. داليا كمال، احنا عارفين ان هي بتقدم كل فترة كده حاجات سبيشال، واو، عايزين نعرف مقدمة لنا ايه النهارده. والله انا مقدمه حاجات مطعمه برضو بالهاند ميد، بس مخففه فيها شويه الهاند ميد، لان احنا في الشتاء يعني بيبقى مش محتاج تكثيف في شغل الهاند ميد بصراحه. طيب هل اختلفت الازياء بقى لسنه 2021؟ اكيد طبعا اكيد. ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ان دلوقتي في ديزاينات بتمشي مع الكبار والبنات، يعني كان الاول في ديزاينات هي تمشي شغل بناتي بس، وما زال طبعا، بس دلوقتي في بيمشي مع ده ويمشي مع ده، ودي كتير يعني الديزاين ممكن يمشي مع البنات ومع السيدات ومع جميع البنات الاعمار. الكبار او مع جميع الاعمار. طب ما تيجي نشوف يعني نستعرض الموديلات اللي معانا النهارده. الموديل جاهزه؟ اتفضلي. كلمينا عن الديزاين ده. ده جاكيت بالشموع، هو الشموع طبعا هو من السنه اللي فاتت هو موضه وما بيبطلش، السنه دي الجلد كمان طالع موضه قوي. ومطعم بقى بالفرو، وزي ما قلت لك انا برضو محطه هاند ميد بس مش مش مكثفات كتير. بالظبط. طيب. والفرو برضو مش مكثفات، لان انا حاسه ان الشتاء السنه دي دافي شويه. مش ساقعه زي كل سنه. طيب ينفع لجميع الاعمار زي بتقولي ولا لبنوته ده لو بس؟ اتلبس لمدام وراحه شغلها الصبح كبيره يعني عادي، ما يعني انا شايفه ان هو ما فيهوش هيصه. طيب متوفر منه الوان كتيره ولا هو اللون الاسود بس؟ لا، في هو الاسود بس، انا مشكله الفروه على الوان تانية. تمام. يعني عامله الفروه على اللون النحاسي ده والهافان، وعاملاه على لون تاني بيستاج والوان تانية. طيب عايزه كمان اقول حاجه على الهوا، انا النهارده لابسه من تصميم داليا كمال، عايزاكي تكلميني عن الدرس اللي انا لابساه. هو طبعا جميل عشان انت لابساه. ميرسي. هو الدريس ده جلد كله، والجلد طبعا زي ما قلت لك هو طالع موضه جدا. تمام. هو قصير من قدام طويل من ورا. حاطين له حزام تايجر، التايجر طبعا مديله شكل مختلف، بيفتح شويه بيفتح شويه، وهو كله جلد ما فيهوش اي حاجه. طيب يصلح الصبح وبعد الظهر ينفع بقى يتلبسه بنت مليانه وبنت رفيعه يعني اي هو احجام؟ هو برده لا، هو مش عايز مليان قوي صراحه، عشان هو نازل على واسع. يعني هو نازل على كلوش شويه، فلو حد مليان هيبقى صعب. طيب تكلمينا عن الديزاين اللي معانا ده. ده جلد ومعاه قطيفه، الجلد زي ما انت شايفه السنه دي طالع بصراحه خامات جلد جميله السنه دي. وحاطين له احنا من الظهر هاند ميد بسيط، هاند ميد حلو حاطينه قوي في الظهر بس، بحيث ان هو برضو اللي مش حابه انها تبقى لابسه حاجات هاند ميد كتير، يعني هو الوش ساده خالص. طيب برضو تنزل بيه البنت في اي وقت ولا دوت تنزل بيه اخر النهار؟ لا، تنزل بيه في اي وقت. ده لو لبسته اخر النهار بقى عايز كوليه لون حلو يمشي مع اللي في الظهر، الاكسسوار يتغير فيه، الاكسسوار يتغير وكده، لكن هو بالنهار زي ما حضرتك شايفه هو ويمشي مع جميع الاحجام، يعني البنت مليانه والبنت رفيعه عادي. يمشي مع كل الاحجام، ده يلبس اوزان كبيره يعني. تمام. طيب كنت عايزه اسالك ايه اكتر حاجه بتطلب منك السنه دي في سنه 21؟ المقاسات الكبيره انا ملاحظه انها بتطلب كتير الفري جدا. سايز. انا مش عارفه هل ده سبب بقى ان الناس قعدت في البيوت فتره مالو فالكورونا عملت حاجات، انما فعلا بيطلب مقاسات كتير كبيره كبيره، واحنا الحمد لله بنوفرها. يعني احنا حاجاتنا كلها بنعمل فيها لحد وزن 120 وازيد من 120 كمان. فهو ده اللي احنا ملاحظينه، ان هو عليه الطلب في الفتره دي. تمام. طب كلمينا عن الديزاين ده. ده فيست بالفرو والجلد. انا شايفه انت مركزه على الجلد قوي فعلا السنه دي، موضه السنه دي. وزي ما انت شايفه برضو شاري الفرو، انا برضو مش عاملاه بكم، مش عايزه يعني لما عملته بكم خففته، لما عملته ما يبقاش كتير الفرو فيه. بالظبط، لان انا حاسه الشتاء دافي ومش محتاج بصراحه ان الفرو يبقى مجرد كده كلفه للاناقه مش اكتر يعني. طيب ازاي، ثواني خليكي، القطعه زي ديت ازاي اي سيده او اي بنت تغسلها عشان الفرو اللي فيه؟ اولا هو الفرو يستحسن يعني يروح دراي كلين، ده الافضل. لو هي هتغسله في البيت هتغسله بميه، وهي وهو مبلول هتبقى مسرحاه، ما تسيبوش ينشف وهو مبلول على حاله كده، لازم تسرحه تظبطه. يعني اول ما تغسله وهو لسه مبلول تسرح له كده، زي على اساس ان شعر الفرو ده الشعر ينشف وهو متساوي، لان الشعر اول ما بينكش شويه بيبقى شكله الفرو مش لطيف.
تمام. طيب كنت عايزه اعرف ايه الالوان بالنسبه لسنه 21؟ اكتر الالوان اللي بتطلب منك ايه؟ الاسود؟ الاسود ده اكيد طبعا، ملك الالوان ملك الالوان. واللون الهافان والجمالي، الهافان والجمالي هم برضو ما بيبطلوش، بس هم عليهم طلب قوي برضو السنه دي. طيب احنا معانا ديزاين تاني. طيب عقبال ما الموديل يجهز عايزه اعرف برضو ايه اكتر حاجه بتقابلك في الصعوبات عامه في اللبس او الفاشون ديزاين؟ والله هو لحد دلوقتي يعني الحمد لله ما فيش صعوبات، يعني احنا الحمد لله بنحاول نشكل الـ 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 الحاجه حسب الموضه الماشيه. يعني انا السنه دي ركزت على الجلد عشان انا شايفه ان الجلد موضه جدا، فركزت عليه، فالحمد لله ما فيش صعوبات. جلد برضو ده جلد برضو معمول بالشرشيب البيض من قدامه ومن ورا، وهو زي ما حضرتك شايفه برضو يمشي ليدي ويمشي سيدات ويمشي بنات. ويمشي بنات برضو ينفع الصبح لو بنات جامعه هيقدروا يخرجوا بيه، لان هو ما فيهوش حاجه خالص، هو حتى الشغل بتاعه اسود في اسود. تمام. طيب يمشي مع جميع الاجسام برضو ولا بنات؟ يمشي مع جميع الاجسام، يعني انا شخصيا عملت نفسي منه، بس انا مش عاملاه بالحزام. يعني في يعني هو بس المهم ان اللي بتلبس تبقى مراعيه لو هي عندها دفوهات، يعني لو هي مليانه بلاش تبرز المناطق المليانه. فممكن ده من غير الحزام، او يتلبس اوبن مفتوح ويتلبس تحتيه توب وبنطلون، خلاص هو يبقى تمام يمشي لل وهو مقفول كده ومن غير الحزام برضو يمشي زي شميز. شكرا. برضو حلو قوي. طيب عايزين نعرف بالنسبه للسنه اللي فاتت اختلفت كتير عن، يعني السنه دي اختلفت كتير عن السنه اللي فاتت في الموديلات؟ لا مش للدرجه صراحه، هو التغيير مش جامد، لان برضو عايزه اقول لك قصه الكورونا والقلق مخلي ناس برضو يعني. هل اثرت عليكم في موضوع كورونا ده؟ جدا مؤثره جدا، يعني هي طبعا الناس واكيد احنا شخصيا كلنا عندنا نسبه من النفسيه مش مرتاحه قوي، فما انتش يعني مقبل قوي على الشراء، مش مقبل قوي لانك تجيب جديد، يعني مش للدرجه يعني. كلمينا عن الديزاين ده. ده برضو بالفرو، الفرو حاولت ادخل بقى الوان تانية مبهجه شويه، نحاول نكسر الاسود. فعملته على اللون الليموني ده، هو اصلا مقلم، الفرو ده مقلم. عملته زي ما انت شايفه كده مع الجلد، وحاولت برضو اعمله باي ديزاين جديد يعني يدي شكل مختلف. طيب بياخد منك وقت قد ايه قطعه زي دي؟ كتصميم طبعا انا الفكره نفسها عشان تفكري في الموديل اللي ممكن تاخد كذا يوم، تنفيذها يعني تنفيذها ممكن في يوم. في يوم. جات لك بقى فكرتها منين؟ والله هي زي ما قلت لك، يعني هي مجرد افكار، يعني عايزه اقول لك الحمد لله انا عشان دارسه ده، او يعني انا بحب الملابس عموما والازياء، فبحاول دايما افكر في الافكار الجديده. شكرا. وبعدين انا دايما اصلا بحب الحاجه المختلفه، فبحاول اشوف الحاجه اللي تبقى ما اتعملتش، اللي تبقى مش مكرره. طيب عايزه اعرف ازاي يعني انت ممكن تغيري في لون الفورير كتير؟ يعني انا شايفه الفورير دوت كان ميدي على لون الفسفوري او الليموني، ممكن تغيري في الالوان؟ يعني ممكن تيجي بنت تقول لك مثلا عايزه الفورير على نبيتي على ممكن بتغيري؟ بس طبعا حسب المتاح. يعني ممكن يكون في الوان مش متاحه في البيع عند التجار، مش متاحه، فلكن لو الوان متاحه ولا في الوان كذا وكذا عايزه تغيره، احنا بنغير القصة عادي بتغيره لها. تمام. الديزاين اللي معانا ده برضو جلد. لا النهارده نقول لك ما انا بقول لك هو الجلد السنه دي طالع موضه، فانا ركزت عليه صراحه. فعلا كل بس انا شايفه هنا الجلد اختلف شويه في اللون، يعني غيرت الاسود. الوان الجلد كتير جدا، بس انا بحاول ان انا برضو اغير الالوان. اوكي. ده اللون البيج، وانا مطعمه باللولي. يعني ده يعني حاولت ان انا ادخل بقى حاجه كده هاند ميد في شغل الجلد برضو. طيب عايزه اعرف ياخد منك وقت قد ايه؟ مش الديزاين الجاكيت اللولي برضو ممكن ياخد يوم. طب اللولي ده لزق ولا خياطه؟ لا ده كبس. كبس ليه مكان كبس وموجود عندنا في المصنع وبنعمله. شكرا يا حبيبتي. كنت عايزه اسالك برضو قطعه زي ديت ممكن اي ست يعني تغسله ازاي؟ يعني برضو تحط عادي في الغساله ولا؟ لا الجلد لا ما تحطش في الغساله، وكمان المكوى. طيب بالنسبه للجلد ولون فاتح زي ده تنظفه ازاي؟ برضو دراي كلين. دراي كلين افضل، لان الغساله هتبوظ اللي، او تشطفه برضو يعني تشطفه وتغسله على ايدها، لان الغساله ده هتبوظ الجلد جدا. طيب والجلد كمان بالذات بيبقى عايز مكوى على ظهره، مكوى على عايز لما يتخزن ما يتخزنش في مكان دافي. طب لان هتلاقيه السنه اللي بعدها مشقق. يتخزن ازاي؟ يستحسن تحطه في الدولاب وتلبسه كفر ويتحط في الدولاب، هي بتفتح الدولاب وتقفل الدولاب، فهو بيجي له تهويه.
لكن طب دي معلومة حلوة جدا، لأن في بنات كتير وسيدات تقول لك الجلد عندي الجاكيت شقق. ما بيكونش عيب الجلد ده، بيكون عيب تخزين. عيب تخزين. اوكي، الديزاين اللي معانا ده بنشو عاملينه برضو بالشغل الهاند ميد، ودي كابتشو عربي. ورينا كده الكابتشو هنا ده، وليه شغل برضو على الظهر، وفي شغل على الظهر. تمام. فده احنا عاملينه يلبس مقاسات كبيره جدا، يعني يلبس كل مقاسات. جميع هاتك على الرفيع ماشي حلو تمام. وعلى المليانه هيلبس كل المقاسات. يعني في منه الوان كتيره برضو. احنا يعني ممكن يعني نعمل منه الوان، لكن انا حاليا حسب اللي بيطلب. انا بصراحه بحس ان الاسود بيظهر الهاند ميد بس. طيب اكتر. بشكرك. بيتلبس ازاي القطعه زي ديت؟ يعني مثلا انت بتقولي للبنت تتلبس ازاي، بتنديها النصيحه قبل ما تشتريها؟ بصراحه الحمد لله انا العملاء كتير بيتقبلوا الحمد لله الراي يعني. وانا برضو بحاول اقول يعني هو ده على بيزك، على بوت زي ما حضرتك شايفه هو لذيذ يعني. طيب في بنات ممكن تيجي لك تكون مش عارفه تختار الديزاين اللي يمشي معاها، انت بتقولي لها النصيحه دي؟ بصراحه بقول بيتقبلوا كده. في كتير بيتقبلوا، كتير جدا بيتقبلوا. في تقول لي لا انا عايزاه كده، اقول لها خلاص، بس لازم اقول في الجزئيه دي بالذات لازم اقول، لان انا لو طلع وحش هي هتقول ان انا اللي عملناه وحش، احنا عندنا احنا مش، فانا لازم اعرفها ان ده هيطلع كده مش حلو، ده هيظهر الدفو ده. ايه اكتر حاجه قابلتك في راي بعض العملاء جت تشتري حاجه وصممت على رايها مثلا وقالت لك لا انا عايزه ده، وانت اديتيها النصيحه قلت لها مش هيبقى كويس معاكي؟ في ناس بتبقى عايزه، في وقريب كان ده حاصل، بيبقى عايزه موديل وعليه قصه في الوسط وحزام. فانا يعني شايفه ان الجسم مش ماشي معاها، الوسط مش هينفع. فنصحتها بده، هي صممت على رايها. بتسيبيها؟ خلاص بقى، هي عايزه تلبسه كده. خلاص. طب نخش على الملس الصعيدي، صح؟ الملس الصعيدي ده لازم في كل شغلنا يعني. بس الشكل اتطور يعني، اتطور عن زمان بكتير. عملت كاردي طبعا. الملس ملوش صيف وشتاء، يعني زي اي حاجه يتلبس في اي وقت. تمام، يتلبس في اي وقت. ده الملس ده حاجه كده اورينتال يعني. بس احنا عارفين الملس الصعيدي اللي بيبقى مقفول، انا شايفه دلوقتي انت انا الديزاين مختلف خالص. عاملاه كاردي طويل، وطويل من ورا وقصير من قدام، وعامله له شغل ايتامين السيناوي والشغل بالخشب والكوينات. فالحمد لله زي ما حضرتك شايفاه طالع. خد منك وقت قد ايه الكوينز مع التطريز ده؟ طبعا بياخد وقت شويه كتير. ممكن تطريزه ده ياخد يومين مثلا، ثلاثه. حلو جدا. بيتلبس على حاجه محدده ولا ممكن تلبسه على اي حاجه؟ لا، هو عايز ليجان وبيزك، وممكن لو حد كبير وحابب يروح بيه مناسبه او حاجه يلبسوا على بيزك طويل زي دريس طويل. طب ازاي اي بقى بنوته او سيده تحافظ على لون الكوينز، يعني تحافظ على التطريز الخرز والكوينز الموجود؟ ما انا برضو هرجع اقول لتنظيف الكياف، بس الناس هتقول انا بكلفهم، بس هو بس هو معروف الهاند ميد يفضل. ممكن الغسيل اليدوي يعني، ممكن الغسيل اليدوي كده تشطف، ما يعني مش تدعكه جامد. بلاش نتعامل معاه، لان هو مقابل العنف يعني. يعني هو عايز تعامل برقه يعني. بتقولي لكل عميله بتجيلك ازاي القطعه دي تنظفيها او تغسليها او تحافظي عليها؟ طبعا بقول، عشان هي برضه لو باظت هتقول ده منتجكم خامته وحشه، وهتبقى العيب مش في منتجي. اكيد. ماشي، غيرنا الاسود شويه اهو. الحمد لله. ده سويتر معمول بناتي كده، وبصراحه سويتر بسوسته اكتر. بسوسته ممكن تلبس اوبن على فكره عادي. احنا بقى حبينا نخليه مختلف شويه، دخلنا فيه الايتامين السيناوي. ما رضيتش احط كوينات فيه، عشان بصراحه هو كده مناسب قوي لو حد سيمبل كمان. لو حد حب يخرج بيه بالنهار عادي، بعد الظهر برده مفيش مشكله. تمام. يمشي مع جميع الاعمار وجميع الاحجام؟ هو ولا عايز هو بنات؟ عايز بنات بصراحه، ده عايز بنات. وعايز احجام برده، حتى لو تبقى مليانه شويه بس تبقاش تخينه يعني، تبقى مليانه شويه. دي خامته ايه؟ شموع. شموع. بشكرك. ممكن توفري منه الوان كتيره مختلفه؟ كل الالوان ممكن يعني، برضو كنا عاملينه على الاسود، بس ما رضيتش في العرض اجيبه اسود علشان نختلف شويه. فهو ممكن على الاسود، ممكن على الجملي، ممكن الوان كتير جدا تمشي معاه. طيب عايزه اعرف ايه اللي تملي بيميز ازياء داليا كمال عن باقي اي حد بيصمم ازياء؟ طبعا انا ما بحبش يعني بتراعي ايه وانت بتصممي الديزاين بتاعك تقولي لا ده اللي بيخص داليا كمال؟ ان ابقى مختلفه. تكوني مختلفه عن الناس كلها؟ انا بحب اكون مختلفه. يعني انا بحب اعمل حاجه مختلفه فالناس تحس. وبعدين الحمد لله كانت باراء ناس كتير جدا ان انا حاجتي مختلفه.
يعني كتير لما بيشوفوا الديزاينات يقولوا لنا حاجتكم مختلفة. حاجتكم وبعدين مختلفة وفيها مقاسات كبيرة، فده الحمد لله مريح معانا العملاء. طب نتكلم عن الأسعار بس بعد ما نشوف الديزاين ده. ده برضه فرو وبرضه عملته ناحية وناحية سادة، ناحية جلد سادة. فورير ولا جلد لا ده ناحية سادة جلد وورا شامو، يعني أنا مستعملة في الفيست ده ثلاث خامات، الجلد والفرو قدام والشامو في الخلف. برضه ما حبيتش برضه تقل في الفرو قوي، لان على فكره ده ممكن لو واحده مليانه شويه تلبسه، لان هو الفرو من ناحيه واحده من جنب واحد. جاتك فكرته ازاي اللي انت خليتي نص ونص، يعني نص جلد ونص فرير؟ هو انا بصراحه من زمان بحب قصه اعمل نص ونص، يعني بحب دايما اعمل ديزايني يبقى فيه نص كده ونص كده، يعني انا في عبايات كنت عاملاها نص فراشه ونص كم عادي. يعني انا بحب دايما الديزاين فيه نص ونص، يعني طيب. بيبقى فيه اختلاف. جيتي مره عملتي ديزاين وطلع مش زي اللي انت كنت عايزاه خالص، طلع مختلف وقلتي لا ده طلع احسن من اللي انا كنت عايزاه؟ في حاجات تطلع احسن وفي حاجات بصراحه هي الحمد لله نادرا بس حصلت. ان اتخيل الحاجه وبعد ما اعملها اتفاجئ انها لا مش عاجباني. بتعملي ايه بقى في اللحظه دي لو طلع اوحش؟ بلغي الموديل، ما انا بتغيري. انا بعمل لازم عيني اشوف شكله. لقيته حلو، انا لما بلاقيه حلو وطلع احلى مما اتوقع بنتج منه حتى قبل ما اخد راي الناس كتير. يعني ببقى خلاص عارفه ان ده الحمد لله حلو وطلع اجمل من المتوقعين. تمام. ولو طلع احلى خلاص بنخليه بقى ده طلع احلى بكتير، بقى وبعمل بقى منه بشتغل مفيش مشكله، لكن لو طلع اوحش خلاص بلغيه خالص. تمام. طيب بتقولي عايزاكي كده تقولي لكل بنوته وكل سيده ازاي تختار الديزاين بتاعها. نمره واحد، تبص قبل ما تبص على الموديل انه عاجبها قوي تبص هيناسبها ولا لا. دي مشكله بتقابلنا على فكره، وبعدين المشكله دي بتقابلنا في الاونلاين بالذات، يعني الاونلاين بالذات هي بتشوف الديزاين وانا ما بكونش شايفه العميله، يعني هي بتبقى شايفه هي الديزاين وتطلبه وانا ببقى مش شايفه العميله فمش عارفه مش عارفه حجمها عشان تقدري تديها النصيحه، فبتاخد تيجي يوصلها المنتج فبتحس ان هو مش مناسب معاها. فانا نفسي كل عميل بس او كل حد يبص على المنتج ده هيتخني مش هيتخني، هيطولني هيقصرني، يعني لازم يبقى هو شايف ده يناسبه ولا لا، يشوف جسمه قبل ما يختار الموديل. بالظبط. كلمينا عن ده. ده شال، ده جميل قوي. حلو قوي. ده شال عاملينه بالبيات والجلد، دخلنا فيه البيات ودخلنا فيه الجلد. تمام. هو قصيفه، احنا دايما كنا بنبطل الشيلان في الفرو، انا ما حبيتش ابطله برده السنه دي، ان حاسه ان الشتاء برده دافي وتبطين الفرو هيحسس الناس انها. طيب يتلبس ازاي الشال ده؟ هل ممكن تلبسه باكتر من طريقه ولا طبعا. هي طب ممكن تشرح لها تلبسه ازاي؟ يعني هي مره يتلبس كده زي ما هي لابساه، مره يتعمل على الكتف يبقى كده خلاص كده كده تمام، مره تلبسي وتلبس عليه حزام، تلبس الناحيتين زي بعض وتلبس عليه حزام لو في حزام كانت كده وحزام. فهو ممكن يتلبس اكتر من طريقه وهيدي شكل لطيف يعني. طيب قطعه زي دي تلبسه اخر النهار طبعا مش وقت الصبح خالص؟ عشان البيض، عشان البيض ويتلبس اخر النهار، واحنا عاملينه في ناحيه واحده اصلا، يعني في منه الوان كتيره برضو. في وفي البيض نفسه على لون الاوف وايت وبرده شكله حلو قوي، وبنركبه مع الشال الاسود. ونفس اللون ده على الاسود برده كان لطيف جدا يعني. طب برده ازاي السيده تحافظ عليه عشان خاطر التطريز اللي فيه والبيات اللي موجود فيه؟ تغسل على الايد. الايد تغسله على الايد. لان الغساله عارفه كانك ماسكه حاجه بتدعكيها قوي، يعني فاهمه ازاي؟ فصعب. طب جت مره عميله قالت لك ده انا مثلا اشتريت قطعه وباظت مني اعمل ايه؟ هو نادر. حصلت؟ نادر بس حصلت طبعا، بس هي نادر قوي الحمد لله. يعني برده ناس كتير على فكره عندها الاستيعاب ده والثقافه دي ان ده هاند ميد فانا هبوظه لو انا غسلته، يعني في ناس كتير عارفه ان ده متخيط بالايد مش يعني فانا هو ممكن سهل قوي يتقطع، فمهما كنت انا بثبت عليه بس هو سهل يتقطع. فناس كتير يعني والسيدات بالذات عندهم ثقافه الحفاظ على لا انا شايفه كمان البنات دلوقتي بدات تحافظ على لبسها اكتر من السيدات. اكيد لانها بتهتم بالفاشن اكتر. ايوه بالظبط. الموديل اللي معانا جاهز؟ انا شايفه انت عامله دريس. هو دريس مفتوح من الجنبين، يتلبس برده على ليجن وعاملاه بالايتاميم من الظهر ومن الامام. ممكن يتلبس بالحزام وممكن يتلبس بدون الحزام. يعني طيب انا شايفه ان انت كمان برضه يبقى شكله لطيف. يعني ممكن تلبسه زي بس زي دريس كده عادي من غير حزام. وانا شايفه في شغل ورا، ورينا ظهره. شغل الايتامين والشراشيب البدوي، هو طبعا مفتوح من الجنبين فلازم يتلبس عليه ليجن. ليجن.
بشكرك جدا، وقتنا انتهى بس فعلا شابوه لموديلاتك بجد، يعني حاجه فعلا واو جميله جدا. بشكرك بشكرك يا استاذه داليا على الوقت الجميل اللي انت قضيتيه معانا. بشكرك يا رب. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، استنوني الاسبوع القادم في برنامج هاند ميد وبس. باي باي.